السلام عليكم شباب. جانا هذا التابلت السامسونج الاس ام تي 532. مشكلته انه من نربط الشاحنه مثل ما تشوفون، راح اشوفكم هسه المشكله ماله. تربط الشاحنه كانما يشحن، تظهر العلامه البطاريه بعد ثواني مثل ما تشوفون، مشكله انخفاض حرارة البطارية. هاي المشكلة طبعا اما بسبب المقاومة الحرارية او الثيرمال ريزيستر او سبب البطارية، مرات تكون يعني حالات نادرة تكون سبب البطارية. خلينا نفتح هذا التابلت ونشوف شو المشكلة مالته ان شاء الله. تأكد انه ما بي عمري، ما بي عمري. طبعا شباب هذا التابلت جاب لي صاحبي ابو موبايلات، حاول يصلحه ما قدر يصلحه، فنحن راح نحاول نشوف ايش المشكله مال ان شاء الله ونصلحه. خلينا ناخذ القبض على صفحه. قبل كل شيء خلينا نجرب بطاريه ثانيه. بسم الله الحمد لله. نفس المشكلة يا شباب، البطارية ثانية وتنطي نفس الخطأ. إذا ما أسوش البطارية طبعا شباب، اذا تلاحظون هنا اكو مكان مال شخص يحاول يلحم الارجل مال السكت مال البطارية. خلينا نشوف لكم اكو قطع بالارجل مال السكت مال البطارية. خلينا نروح جوا الميكروسكوب شباب ونشيك بصورة ادق. يا شباب مثل ما تشوفون الارجل ملحومة قبل هالساعة، راح نحاول نشوف اذا كان اللحيم مضبوط او لا. هاي الرجل ملحومة مليح، هاي بيها كسر مثل ما تشوفون شباب. هاي الرجل ولا مكسورة عندنا، ولا ما اعتقد هاي السبب، لان هاي اصلا هاي حار وهذا حار سليم، فما كثير تأثر. هذه مشاكل المفروض تكون بواحد من هذول الاثنين، هذول مال المعلومات هم اللي اذا انكسروا يسببوا مشاكل. هذول الارضي مضبوط، وهذول المعلومات هم مضبوطين. عندنا بس واحد من الحار، هذا حار مكسور تشوفون يخبط، وهذا الثاني الحار مضبوط. زين خلينا نلحم هذا الحار، رغم اني اعرف انه ما اثر بشكل كبير. خلينا ننزع البطارية شباب. Ah, ¿de qué otro radio? No, de qué otro.
صار مضبوط. شوف إذا تلاحظون هذا أيضا هم بملعب، هذا أيضا بملعب بسيط. خلينا الحمار الثاني. تمام شباب، بس الأرجل كلها بشكل مضبوط ملحومة. على وضع الدايود نفحص المسارات كلها، نتأكد من سلامتها. هذا أرضي مع أي أرضي نقيسه. الأرضي شوته مضبوطة. نجي هذا الحار جاي هنا، حار أيضا مضبوط شباب. عندنا خطوط المعلومات، هذا واحد جاي من هنا على إيهاب الدايود، مثل ما تشوفون شباب أكو قطع بهذا المسار. خلينا نشوف المسار الثاني، المسار الثاني سليم شباب. إذا عندنا هذا المسار شباب بقطع. خلينا نحاول نعمل جمبر. نعمل جمبر بين هذا ال بين هاي ال بين الدايد وبين هذا ال الأظفر أو الرجل.
شباب خلينا نشوف التعويض مع المسار. هذا المسار المقطوع مثل ما تشوفون حاليا هذا موصل، هذا اصلا ما بي اشكال، هذا الحار وهذا الحار الثاني، هذول ارضي اصلا. خلينا نشيك، المفروض مشكلة تعالج حاليا. نرجع للكاميرا. يا شباب بعد ما تأكدنا من الرجل مال البطارية، خلينا نجي نفحص. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل ما تشوفون عالجت المشكلة شباب. طبعا بالمناسبة مو بس هذا الموديل اللي ممكن ان تكون المشكلة مالته بقاعدة البطارية، اي تابلت يجي لك او اي حتى التليفونات يتأكد من الارجل مال سوكة البطارية، لان يعني مو دائما مقاومة حرارية اللي تسبب المشكلة. مرات تكون البطارية بيها خلل نفسها، مرات تكون الارجل ما توصل على البورد بشكل سليم مثل ما شفنا بهذا الموديل. حاليا يسحب 1.65 ملي امبير. شكرا على المشاهدة شباب، إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم، كان وياكم سيف قداوي من قناة قداوي.